ما يجري في مدن الوسط والجنوب من تظاهرات واحتجاجات بسبب سوء الأوضاع المعيشية ونقص الخدمات استأثرت باهتمام الشارع الكردستاني، إذ عبر مواطنون عن تأييدهم ووقوفهم على مسافة واحدة مع ما يقومون به في سبيل تغيير واقعهم وتحقيق غاياتهم وطموحاتهم، عادين ما يجري نتيجة طبيعية لما يمر به العراقيون من ظروف وأحوال حياتية صعبة امتدت لسنوات طويلة. عاشت إيدهم أبطال. أي والله، لا ماكو ما مستفادين شيء بالعراق، كل شيء ماكو، لا كهرباء لا مي. أتمنى هسه أطلع البصرة أشارك المظاهرات وياهم. طبعا ما يأثر على الكردستان مظاهرات بغداد، بس لكن المظاهرات اللي دا يصير ببغداد وبالجنوب، هذا أطلب من أحزاب السياسية اللي ببغداد ومن رئيس دكتور عبادي يعني يفكر بالشعب. ويعي مواطنو الإقليم جيداً قدرة أبناء المحافظات الوسطى والجنوبية على إسماع صوتهم للحكومة الاتحادية لتحقيق مطالبهم بشكل سلمي بعيداً عن العنف، خاصة وأنهم خاضوا خلال الأشهر الماضية تجربة التظاهر والاحتجاجات. احنا مثلنا يعني، مو بس هم يعني، هم سوينا مظاهرات والحمد لله احنا نجي نشاكل مع حل مشاكلنا، وما لازم يحلوا مشاكلهم يعني يراون شعبهم. في الأثناء حذر مراقبون وخبراء في الشأن الاقتصادي من تضرر القطاع النفطي العراقي جراء هذه التظاهرات التي ستؤثر بالتالي على إمدادات الإقليم المالية، مشيرين إلى أن الاضطرابات الحالية عملية مسيسة بالدرجة الأولى. الموضوع سياسي بالدرجة الأساس، هنالك من يحاول تحريك الأجواء السياسية لمكاسب حزبية، إذا ما استمرت وتأثر قطاع النفطي سوف يتأثر العراق بأسره بما في ذلك إقليم كردستان بالنتائج الاقتصادية لتأثر قطاع النفط. احتجاجات المواطنين في مناطق الوسط والجنوب تحظى بتأييد واضح من قبل مواطني إقليم كردستان على أن تحافظ على سلميتها من دون اللجوء للعنف. من أربيل، يوسف المندلاوي، الحر.